السلام عليكم احبابنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. هذا الفيديو اخوتي تحذيري لكم، ما تثقوش في واحد الميساجات دابا دايرين في الواتساب فيهم بان البوستا ايطالياني ديستريبيوشي تتوزع البونص فاميليا ديال 500 اورو. تكليكيو على داك اللينك اللي تيجيكم في الواتساب، طبعا الحال غادي تدخلوا باش تعطيو المعلومات المسائل ديالكم الشخصيه، غادي تقدروا تعرضوا نفوسكم يعني لواحد التروفه للنصب. لذلك بغيت ندير هذا الفيديو خصيصا باش انكم يعني تستافدوا. حاولوا ما يعني هاد اللينكات هادو ما تورقوش عليهم، ما تكليكيوش عليهم، خليهم كما هما او مسحوهم من الاحسن ما عندكم ديروا بهم. لانني دخلت وقلبت انا واحد الصديق صيفط لي هذا الميساج هذا باش يقول لي زعما شوف راه البوست ايطالياني، يعني على اساس انني ندير فيديو ونقول خوتي راه البوست ايطالياني تيوزعوا في واحد 500 اورو ديال الفاميليا بونص فاميليا. دخلت قلبت البحث تلقى بان ما كاين حتى شي حاجه من هذه المسائل هذه، وداك الشيء اللي دخلت وشفت هنايا في واحد الموقع هنا اللي تيتكلم على هذه المساله، غنخليكم تشوفوه انتم كذلك معايا. بوستي ايطالياني نو ديستريبيوشي بونوس فاميليا دي 500 ايرو، يعني خوتي هنايا بلغ بانه يعني ما كاين حتى شي حاجه من هذا البونوس هذا. بونص ايطالياني ما تفرقوش في البونص هذا، بوست ايطالياني ما تفرقوا لا في البونص لا حتى شي حاجه، كما هو واضح هنايا عندي هنايا فقط هادو وحدين يعني باغيين يتروفيو عباد الله، باغيين ينصبوا على عباد الله لا اقل ولا اكثر. حد يوري راسكم، حد يوري راسكم. المهم حتى اللي بغى يشوف هذا الموقع هذا نقدر نخلي ماشي باين، نخلي لكم ليك يعني باش تشوفوه ودخلوا تشوفوا بنفسكم يعني بانه المساله فقط هي تروفه النصب على عباد الله. حد يوري راسكم، حد يوري راسكم. وزعوا هذا الفيديو على جميع الاصدقاء ديالكم باش توصل لهم هذه المعلومه هذه، باش ما يوقعوش في هذا الخطا هذا ويولوا معرضين نفسهم يعني للنصب والاحتيال من طرف هاد الغرباء اللي داخلين ودايرين هذه المسائل هذه كامله. المهم راه ما كاين حتى شي حاجه، البوست الايطالياني ما توزعوا حتى شي بونص يعني. المهم خذوا الحذر ديالكم وما تكليكيوش على ذاك اللينك اللي غادي يوصلكم في الواتساب ديالكم. نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.